قال ابن الأثير في صفحة 445 أيضا في الجزء العاشر: ثم دخل سنة 28 و 628 هجري، ذكر خروج التتر إلى أذربيجان وما كان منهم. في هذه السنة وصل التتر من بلاد ما وراء النهر إلى أذربيجان، وقد ذكرنا قبل كيف ملكوا ما وراء النهر وما صنعوه بخراسان وغيرها من البلاد من النهب والتخريب والقتل، واستقر ملكهم بما وراء النهر، وعادت بلاد ما وراء النهر فانعمرت وعمروا مدينة قارب مدينة خوارزم عظيمة، وبقيت مدن خراسان خرابة لا يجسر أحد من المسلمين أن يسكنها. وأما التتار فكانوا تغير كل قليل طائفة منهم ينهبون ما يرونه بها، فالبلاد خاوية على عروشها. وكان جلال الدين سيء السيرة قبيح التدبر لملكه، لم يترك أحدا من الملوك المجاورين له إلا عاداه ونازعه الملك وأساء مجاورته. فمن ذلك أنه أول ما ظهر في أصفهان وجمع العساكر قصد خوزستان، فحصر مدينة ششتر وهي للخليفة، وسار إلى دقوقة فنهبها وقتل فيها فأكثر وهي للخليفة أيضا، ثم ملك أذربيجان وهي لأوزبك، وقصد الكرج وهزمهم وعاداهم. ثم عاد الملك الأشرف صاحب خراط، ثم عاد علاء الدين صاحب بلاد الروم، وعاد الإسماعيلية ونهب بلادهم وقتل فيهم فأكثر، وقرر عليهم مضيفة من المال كل سنة، وكذلك غيرهم. فكل من الملوك تخلى عنه ولم يأخذ بيده. تعليق: بالرغم مما يذكره هنا من أسباب موضوعية للهزيمة والانهيار، لكن الجو العام والأئمة المدلسة المارقة المتفرغة للنفاق والإيقاع بالناس وأمور أخرى تضغط على الكتاب ومنهم ابن الأثير، فلا بد من تطعيم الموضوع بخرافة تفليسية لابن تيمية وتحويل على ابن علقمي مفلس وتعليق الفشل والهزيمة عليه. لنرى ما يقول. قال ابن الأثير: فلما وصلت كتب مقدم الإسماعيلية إلى التتر يستدعيهم إلى قز جلال الدين، بادر طائفة منهم فدخلوا بلادهم واستولوا على الري وهمذان ومما بينهما من البلاد، ثم قصدوا أذربيجان فخربوا ونهبوا وقتلوا من ظفروا به من أهلها، وجلال الدين لا يقدم على أن يلقاهم ولا يقدر أن يمنعهم عن البلاد، قد ملئ رعبا وخوفا. أقول: وهذا الرعب والخوف من أين أتى؟ هل من الإسماعيلية الذين انتهكهم وأبادهم وسبى نساءهم وأطفالهم، أو من ابن العلقم الخرافي الشبيه برب ابن تيمية والتيمية الذي يظهر ويتجسد بملايين الصور والأجسام؟ وسنقرأ العجب العجاب والمصائب العظام التي يشيب لها الولدان. يكمل: وانضاف إلى ذلك أن عسكره اختلفوا عليه، وخرج وزيره عن طاعته في طائفة كثيرة من العسكر، وكان السبب غريبا، أظهر من قلة عقل جلال الدين ما لم يسمع بمثله. لاحظ ما هو الإشكال عليه، فقط يقول قلة عقل ليس أكثر من هذا. ستسمعون العجب العجاب، ومع هذا يقول فقط هذا، الانتقاد له هو قلة عقل ليس أكثر من هذا. لماذا؟ لأنه أمير مؤمنين، لأنه إمام، لأنه خليفة، لأنه مفترض الطاعة، لأنه مؤمن من ابن تيمية ومنهج ابن تيمية، لأنه مغفور له، لأنه من أهل الجنة، وانتهى الأمر. أقول ليس عند ابن
عند ابن الأثير مشكلة ولا اعتراض على ما فعله جلال الدين، لأنه ليس بغريب بل هو عادي وطبيعي وشائع بين المسلمين ومشرعا أو مبرر من أئمة التكفير والإرهاب. أما الخلفاء الأئمة أولياء أمور المسلمين فحدث ولا حرج، ولهذا لا مشكلة عند الكاتب إلا قلة عقل جلال الدين الملك السلطان الخليفة إمام المسلمين وأمير المؤمنين. وماذا فعل جلال الدين وكيف جسد الجلال للدين؟